تلعب هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص دورا كبيرا في حماية العمالة الوافدة من خلال المركز المتخصص بهذا الشأن، والذي يعد أحد أهم الأدوات الرئيسة في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في مجال الوقاية والحماية. من منطلق اهتمام مملكة البحرين بحماية حقوق العمالة الوافدة، حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات المهمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي مكنها من المحافظة على تصنيفها في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون الدولة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي حافظت على مثل هذا التصنيف لسبع سنوات على التوالي، والوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مجموعة من الكوادر الوطنية اللي تم تدريبها على مستوى جدا عالي ورفيع، منهم عندهم شهادات من اليون او دي سي والاي او ام اللي هي منظمة دولية للهجرة، وعندهم قدرة عالية من الاستشفاف والشغف في عملهم، وعندهم قدرة متميزة من ضمن الجهود الوطنية الموجودة. حصول مملكة البحرين على التصنيف الأول في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام 2024 وعلى مدى سبع سنوات متوالية، طبعا هذا يعكس الجهود اللي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال منظومة متكاملة. طبعا مركز حماية العمالة الوافدة يقدم مختلف الخدمات الإرشادية والقانونية لفئة العمالة الوافدة، منها تلقي الشكاوى والتظلمات والرد على الاستفسارات، إلى جانب ضمان حق العامل في التقاضي والوصول إلى العدالة من خلال تقديم المساعدة الإدارية في رفع الدعاوى العمالية والمدنية للعمالة المسجلة، وبتنسيق مباشر مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. برامج متخصصة في مجال الاتجار بالأشخاص تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أبرزها نظام الإحالة الوطني في الكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص والاستغلال في بيئة العمل. نظام الإحالة الوطني هو عبارة عن إطار عمل يضم مختلف الجهات المعنية، يتم من خلاله التعرف على الحالة، بدءا من التعرف على الحالة وتصنيفها وتوثيقها في النظام واتخاذ الإجراءات بشأنها بالإحالة إلى الجهة المختصة سواء كانت داخل الهيئة أو خارج الهيئة وفق تسلسل إجرائي منظم وواضح وشفاف. جهود وخدمات متنوعة ومتعددة يقدمها مركز الحماية التابع لهيئة تنظيم سوق العمل للعامل بهدف الحفاظ على بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق أطراف العمل لضمان حق العامل في التقاضي والوصول إلى العدالة وغيرها من الخدمات التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مملكة البحرين بهذا الخصوص. جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية المعنية، تعمل وفق منظومة متكاملة يعد مركز حماية العمالة الوافدة أبرزها. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.